صباح الخير منير عجم. بعتذر يمكن شويه عجقه حوالي الافكار براسي وعم تنقر سو لازم تطلع. ما فيني ما عندي صبر اوصل للمكتب بقى قاعد بكافيه وعم نسجلكم سو اعذرونا اذا شوي العجقه. هذا الفيديو تكملي للفيديو اللي قبله عن موضوع الاخلاق بالعمل. بالفيديو اللي قبله ذكرنا انه الاخلاق وحددنا وعرفناها وعطينا مثل له علاقه بالكواليتي مانجمنت. بهالفيديو حركز على بعض الامثله قبل ما نرجع شوي نحكي بالموضوع بشكل عام. باحد المشاريع اللي كنا متواصل مع المقاول ما كان عندهم البلانر عندهم على المشروع في بلانر عندهم كفاءة والسكادجر اللي كان عندهم خريج جديد ما عنده أي خبرة يعني أقل من سنة خبرة. النتيجة كان هذا مشروع ضخم يعني عم نحكي نحن بأكثر من 100-200 مليون دولار. النتيجة كانت أنه بطبع الجدول المشروع طبعاً السكادجر طبعاً المشروع خربط كله سوا ما فيش يعني مش صحيح مش علمي مش مبني على طريقة علمية معناتها مش يعني كان واحد رايح على خريطة وعم بيستعمل خريطة غلط وبنفس الشيء ما عم بيعرف يعملوا كان يعملوا أبديت للسكادجول يعني هون صار وضع هذا المشروع السيل مشروع شغال يعني وضع هذا المشروع إنه واحد عم مثل عم بيستخدم تنقول بوصلة وبس في كتير مغناطيس حوالينا عم بيعطي قراءات خطأ يعني بدل ما يروح الواحد على بيروت يكون وصل لعبيه وصل على تنبكتو يعني. بطبع هذا الشيء ممكن المقاول ما لقى في شيء خطأ فيه بس بطبع هذا خطأ أخلاقي. أحد الأمثلة اللي ممكن أعطيها هون لأنه أكيد هالمشروع متأخر وحيتأخر أكتر وأكتر وبالطبع هالشيء حيأثر على العميل وعلى كل فريق العمل بالمشروع. مثل تاني كمان له علاقة بالسكادجلينج. أحد المشاريع السابقة بالولايات المتحدة كانت أحد شروط العقد أنه السكادجول تبع التصميم الهندسي ديتيل انجينيرينج والانشاءات كونستراكشن السكادجول اللي قبل الاثنين لازم يكونوا متحدين ويكونوا متكاملين مرتبطين ببعضهم انه كسكادجول واحد. وطبعا كانت هذه الكونديشن بالكونتراكت يعني مثل ما قلنا نحن. للاسف كانت المقاول الاساسي اللي يعني هو بالدول العربيه بنسميه الاستشاري يعني الشركه الهندسيه اللي عم تعمل التصاميم الهندسيه اللي هي كان مشروع عم تشتغل عليه EPC يعني هن كانوا عم بيعملوا الانجينيرينج والبروكيومنت والكونستراكشن مانجمنت وهن زي سب كونتراكت الكونستراكشن لشركه كونستراكشن تيشتغلوا الشغل. للاسف السكادجول تبعهم ما كان مرتبط ببعضه وكان عم بيكذبوا علينا ويقولوا لنا مرتبط. بعد فتره اكتشفنا هالشيء بس كان للاسف الدمج كان صار. هذا مشروع من هالنوع بسبب هالخطا ما فيني اقول بسبب هالخطا فقط بس اكيد هذا احد الاخطاء الأخلاقية الأساسية اللي كانت موجودة على هالمشروع اللي أدت إلى فشل المشروع. مشروع بمليار دولار من 20 سنة تقريبا تأخر 9 شهور. بحادثة ثالثة اللي هي مهضومة شوي عم فريق عمل عم نشتغل على أستمت تدير كلفة مشروع كمان ميجا بروجكت وأحد الأستميتر اللي عم يشتغلوا معنا لقى انه المشروع صعب شوي اما في البادجت تبعنا كانت شوي دقيقه مخبى حوالي مليون دولار بالاستيميت. هلا مليون دولار من اصل من 100 ولا مليون ما بتطلع اقل من 1% يعني بس انه بالنسبه له هو عم بحاول يساعد. بطبع هون هو ما كان عم يعمل هالشيء بناء على الغباء ولا ما عنده خبره وما عم بيعمل هالشيء بناء انه تيستفيد هو شخصيا. هو برايه كان عم بحاول يساعد فريق العمل يساهم بإنجاح المشروع إنه يقدر يخبي لأنه حس إنه الميزانية شوي ضيقة أو مخبى مليون دولار جوات الأستمت جوات كلفة المشروع. كمان هذا معتبره إحنا أكيد عمل غير صحيح وغير أخلاقي يعني رغم إنه بهالناحية هاي يمكن يكون شوي الوضع أبسط. بالطبع كمان ممكن يكون عنا Project Control Engineer وأما مهندسين أما Project Manager عم بيشتغلوا على مشاريع وما عم بيشتغلوا بطريقه صحيحه ما عم بيعملوا ما عم بيشتغلوا حسب العمليات وحسب منهجيه الاداره اما يمكن ما يكون في منهجيه وعم بيشتغلوا بطريقه تخبيص مثل ما بيقولوا باللبناني عم نخبصوا عم بيشتغلوا يعني going with the flow بدل ما يشتغلوا بطريقه صحيحه
بالطبع هذا كمان خطأ. هلا إذا ما عندهم الخبرة شيء تاني. هلا كيف فينا نتفادى بعض هالأمور؟ هلا بالطبع في أمور تانية ممكن يكون إنه مدراء المشروع عم بيشتغلوا موبيل خوة، في رشوة، في أمور تانية من النوع. هودي حكينا بشكل عام إنه في كتير ممكن أساليب كتير اللي هي موضوع الفساد غير موضوع سوء الإدارة. يعني إحنا نحكي نحنا الأسكس هذا شيء له علاقة بالأخلاق والفساد وشيء له علاقة بسوء الإدارة. في أمور تانية كمان أمثلة كتير فينا نعطيها، يعني لأنه مرق معنا. وببعض الأماكن في بعض الناس فاتت على حبوسة، وفي بعض الأماكن الأشخاص يعني زي جات أوي وزت مثل ما بيقولوا. هلأ نحنا إذا أنت كشخص عم تشتغل على مشروع، كيف فيك تفادى بعض هالأمور؟ بطبع أول شيء أخلاقياً أنا ما فيني أعلم حدا الأخلاق. الأخلاق هي قدوة. الإنسان يا أما عنده أخلاق وبيمارس أشغله بأخلاق، أما ما بيمارس بأخلاق. فالأخلاق مش حدرسها ومش حنحكي فيها ولا ما شغلتي إنه نظر عليكم. بس نقول إذا الإنسان عنده أخلاق وممارسات بس عنده ضعف بالكمبتنس بالكفاءة، هون أكيد ممكن يجي يكون صريح مع إدارته إنه يا جماعة أنا هون عندي كفاءة وعندي خبرة وأبضاي، بدنا نحكي بالمشبرح بالعربي المشبرح بالعامية، بس بهالمناطق هيدي بهالنقطة هاي عندي ضعف، أنا بحاجة لمساعدة، بتمنى عليكم تساعدوني بدورة تدريبية، بتحطوا لي مرشد منتور، تعطوني مراجع أدرسها بأي طريقة من طرق تطور حالي وتساعدوني تطور حالي، مش بس تطور حالي تأخدم المشروع، تأخدم المشروع وهالمنظمة هاي اللي عم اشتغل فيها. بالطبع الشركات بتحترم حالها ممكن تتجاوب، والما بتحترم حالها مش حتتجاوب. فشو الحل هون؟ الحل هون ما في كمان اليوم بالميدان غير حدايدين مثل ما بيقولوا كمان باللبناني، يعني معناتها انك انت مسؤول عن حالك، اعمل شو ما بقدرتك تعمله تتطور حالك. عيننا نحن ايام كنا نروح على الجامعه ما كان في عندنا المراجع السهله، كان في المكتبات، يعني بدي راجع كتاب انا ما معي امكانيه اني اشتري، بدي اقعد بالمكتبه اقعد فتش على كتب وادرس. بينما اليوم الاف وملايين الكتب موجوده عبر الانترنت، يعني انت واحد قاعد بتليفونك، انا هلا قاعد بقهوه، كل شيء عندي انترنت، انا قادر اوصل اليوم على كتير مراجع عالميه اليوم. بطبع في جزء منها ممكن يكون سيء وزباله، وجزء منها يكون من اهم الكتب العلميه وممكن اقدر اوصلها. صافي امكانيات اني راجع، ليه انت شخص يكون منتور لك اذا مش من داخل الشركه من خارج الشركه؟ انا شخصيا يعني انا احيان بساهم وبساعد بارشاد ناس، يمكن يكون نصيحه مره بالسنه ويمكن يكون بصوره متواصله، وفي ناس ما بعرفهم، يعني في ناس بيتواصلوا معي عبر الانترنت، وفي منهم بعض منهم صارين من سنين وانا اتواصل معهم وساهم بارشادهم ولا اعطيهم معلومه من هون ولا من هون. بقى في كتير اشخاص موجودين بالعالم قادرين يساعدوا ويساهموا، بس يكون شرط انه الانسان هو بده يبدا استعداد انه هو بده يتعلم. بقى هون نصيحه للكل اللي عم بيشتغلوا باخلاق، لما عم بيشتغلوا بلا بدون اخلاق غيري بحاسب، اللي بده يشتغلوا باخلاق عليكم مسؤوليه انتوا، انه انت شخص مهنتك وحياتك وعائلتك هي اساس، بس المجتمع وبالنهاية انت لك دور بالمجتمع، وتكون دور فعال بالمجتمع بدك تشتغل باخلاق، واذا عندك نقص بدك تطور حالك. يعني تطوير، انا بعتبر تطوير الذات هي شيء اخلاقي لخدمه المجتمع والوطن والامه. اعطيكم العافيه وشكرا.